اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. واهلا معانا ان شاء الله النهارده شقه بسم الله ما شاء الله امرايه. بصوا زي ما حضراتكم شايفين كده ريسبشن الوانه المدخل كده انتري مودرن. بصوا بقى الجمال وجمال الحيطه والتفاصيل بتاع الانتري. اتمنى لايك للشقه القمر دي، واللي اول مره يشوفنا في القناه يا ريت تشترك معانا تستفيدوا بقى من الافكار اللي بنقدمها والديكورات. مطبخ هنا مفتوح على الصالة، يعني السفرة الألوان الأساسية هنا الكوفي والبيجات في الشقة كلها. الشقة دي تصميم المكتب الهندسي ديزاين، أنا قبل كده عرضت لكم شغل ليه وعجبكم الشغل بتاعه. بصوا تفاصيل التفاصيل الحلوة قوي بتاع الشقة والبساطة، والموبيليا او العفش بالظبط بالمقاسات على قد المكان اللي تعمليه الشقة. بتستلم المكتب الهندسي بيستلم منك الشقة ويشطب كل التفاصيل اللي حضراتكم شايفينها. هسيب لكم اللينك صفحة الفيسبوك او رقم بتاعهم للتواصل، حابب ان هو يشطب الشقة من خلالهم. بصوا جمال المطبخ وتفاصيله، بصوا القمر ده حلو قوي، اللون الخشب مع الابيض الاتنين مع بعض حلوين جدا. مطبخ بسط حلو قوي كمان منظم جدا، تقسيمة المطبخ حلو قوي. بصوا جمال الانتري في مدخل الشقه في الريسبشن. الستاير سيمبل قوي، شوفون في لون تاني اوف وايت حلو قوي من غير تفاصيل كتير وبراقع. بصوا الجبسون بورد والاضاءه كل دي تفاصيل المكتب الهندسي هو اللي عاملها. البلكونه طبعا الفيو حلو جدا، مساحة البلكونة ممتازة، ممكن تحولها كمان ليفينج ركنة، بس هنا كمان في ليفينج تاني او اوضة تانية مقفولة اهو. هنا ده حمام، بصوا فانيو بتقفيلة تحت الحوض. بصوا هنا دي اوضه منفصله بتعتبر بقى ليفينج بعيد عن لو عن الريسبشن بقى للقعده للضيوف، لو الستات مثلا بيفصلوا عن الرجال مثلا لما موجودون في زياره. حلو قوي انك تقعدي تتفرجي يبقى فيها بعدله شويه ومع شاشه التلفزيون عن ما يبقى الكلام ده كله في الريسبشن. بص تفاصيل الجبسون بورد والتفاصيل حلوة قوي سيمبل، ألوان الحيطان مختلفة. دي الطرقة اللي بتودي لأوض النوم، الحاجات الجميلة في أي شقة ان ده أوض النوم تبقى مفصولة عن مدخل البيت أو تبقى بجنب لوحدها. بصوا هنا دي أوضة أطفال، بصوا الدولاب سيمبل جدا، وجود المراية بدي كمان وسع للأوضة، واللون الأبيض تحفة. بصوا البساطة بتاع أوضة النوم بتاع الأطفال.